والسادة الإدارات المسيرة لسنة اتفاقية التمويل بين سنة راك. نحن بصدد الإمضاء على اتفاقية تمويل لتجهيز 3 طائرات مروحية بمعدات طبية استعجالية لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية. إن التوقيع هذا على مثل هذه الاتفاقيات يزيدنا شرفا من خلال المساهمة في تيسير عمل أعوان الحماية المدنية الذين يسهرون على تقديم يد العون للمواطنين والتضحية بالنفس من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات. فمهمة الحماية المدنية تتعدى الطابع المهني، إذ أن تدخلات أعوانها أخذت بعدا إنسانيا يشهد لها البعيد قبل القريب. راودتنا الفكرة لأن نحسن من نقل المصابين، خاصة من الأماكن النائية من حضاب العليا أو مناطق الجنوب، وكي نتسنى لنا هذه القيام بهذه المهمة كان لابد من اللجوء إلى شركتكم المحترمة وطلب منها بتجهيزنا بأحدث تجهيزات، خاصة تنفيذا لأوامر السيد رئيس الجمهورية فيما يخص نقل المصابين من الجنوب وتحويلهم، خاصة المصابين بحروق، وتحويلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بزيرالدا.